صباح الخير. ايه سهرانة ولا صاحية بدري؟ يا كويس. زعلانة بجد بقى؟
ده ايه البواخل اللي على الصبح دي؟ جايالك جايالك، شوف المريضة بس. ايه يا حبيبتي؟ عاملة ايه النهاردة؟ يعني هبقى مبسوط يعني عشان ما شفتكيش امبارح. انا اكيد كنت مجنون في الشغل. ثانية واحدة، خليكي معايا. صباح الخير يا رجالة، تاكلوا ايه؟ مش قادر يا فريدة، حاسس ان انا جعان بالغباء. لا ده انت مصممة على قفش بقى. ايه لخبطة انت يا بت؟ لو قلت بت تاني هسيبهم عليك، تصدق بقى؟ شخصيتها قوية قوي البت. شخصيتها قوية قوي. ايه الاخبار؟ صباح الفل. صباح الورد. والله العظيم ما اقصد. دي فينو؟ ازيك يا بت؟ سمعتي طبعا. ها قلت لك صباح الفل. صباح الفل. عمر يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي عشان تلحق تفطر وتغير هدومك. حالا يا ماما. خليكي معايا يا حبيبتي. هو الناس جوه ايه؟ كلهم صحيوا. والباشا مودو عامل ازاي؟ فوضى 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 فوضى. معلش يا حبيبتي، خش اشوف مودو الباشا واكلمك. يلا سلام. فوضى، صباح شريف يا باشا. اهلا يا عمر، اتفضل يا باشا. اخبار الدنيا ايه النهارده؟ فوضى فوضى على الاخر. فوضى هنعمل ايه بس؟ حماك كلمني امبارح. حبيبي كان عايز يا باشا عزمنا على الغداء يوم الجمعه. النهارده الاثنين، ثلاثة اربع خميس، ما لحقش يا باشا. ما لحقش ايه؟ هو انت اللي بتطبخ يا باشا؟ ما لحقش احضر له جرعه الحب، محتاج شحن اسبوع يا باشا. حبيبي خلاص بقى، عيب بقى ما صحش. اللي تشوفه سعادتك. بس انا برضه مخنوق منه للاخر، بس يلا عديها له لحماك يعني. كله على الله يا باشا. يلا استاذن سعادتك، بس اطلع اخد دش وانزل في السريع. اتفضل يا عم. تعليمات سعادتك يا باشا. لا مفيش تعليمات ولا حاجه. امر يا باشا امر. اتفضل يا عم. ماما خلود ده صحي؟ مش عارفه، بص على لبسك كده والنبي يا عم. يا سلام ده حبيبي. يعني خليل اسمع يا عمر، فكك. اصحى يا دكتور بقى، همشي واسيبك. يا عم امشي، انا اصلا هروح الجامعه بتاكسي، وبعدين اخدش الدكتور لسه. يا عم هلس، انت بتكلم اخوك الكبير بالطريقه دي؟ اه ده انت نهارك مش فاهم. اوه بقى خد الخط اهو، خد اهو، قوم خد الخط اهو اهو. عامل ايه؟ عامل ايه انا؟ اهو اهو بس يا معلم، انا كده كسبان. قومتك من السرير. يلا بقى يا كبير، يلا بقى يلا. صح صح كده، قوم بس وشك كده بروح عشان نقوم مع بعض. يلا عشان بس كبير صح النهارده مود وفاوضى. اوضى صباحك زي الفل يا فندم. صباح يا باشا. ست ام منى جوزها رمى عليها من الطلاق من 3 ايام، وحالتها كرب وتصعب على الكافر، ويعني النبي وصى على سابع جار، قلت هبقى جنبيها يعني اليومين دول كده اساعدها حتى في لقمه العيال. اهو يا باشا هي اللي اعترفت قدامك. اشهد يا حكومه، الوليه سايبه جوزها حبيبها وراح تاكل عيال الجيران. اشهد يا حكومه. ما توطي صوتك يا بني ادم. ايه اللي افترى ده يا ابني؟ انت ايه؟ تبطل على النعمه؟ مال الفول بالقطة؟ ها؟ مش تعملي كويس؟ تعملي كويس يا بنتي؟ وهو والله يا باشا. عيب عليك يا باشا، ده انا اللي معلماه. ايه رايك؟ ما ترد؟ اللي تشوفه سعادتك. عندك عيال؟ ايوه يا باشا. خاف ربنا فيها. عايز تقعدي عند ام منى كام يوم يا بنتي؟ ده هما يا باشا والله قد ساعه ساعتين في اليوم والله يا باشا. يومين ده لو انت عايزه تسامحيه. ربنا وسع سبع جار. كان جوزك اهم عبيطه.
خلصنا بقى من المواضيع دي؟ تمام يا فندم. قدر الله ما شاء فعل يا باشا، والله هم اللي خسرانين. عموما معالي الوزير الجديد كفء وتاريخه مشرف ويستاهل. حضرتك اللي قلبك كبير ومتواضع، ربنا يقدره على الحمل الكبير اللي هو مكلف بيه. مهما حصل الوزارة كلها عارفة قيمة حضرتك وأهمية وضعك لمؤسسة الأمن كلها. ما تنساش تبعت بوكيه ورد كبير باسمي لمعالي الوزير الجديد. تحت أمرك يا باشا. أي أمر تانية؟ شكر يا ابني. أستأذن حضرتك. الو، ايوه سامي. لا لا ما فيش حاجه، الحمد لله كويس، ما فيش حاجه. انا بفكر ان انا ارجع بدري النهارده. طيب انا هتحرك دلوقتي، نتقابل في البيت. مع السلامه. مع السلامه. يا سلام يا سلام يا سلام. وانا اقول التليفون بيرقص ليه يا مزه؟ عامل ايه يا اجمل زوزو في الدنيا؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه يا مزه المزز كلها؟ ايه باميه باللحمه الضاني؟ انت جامده قوي يا زوزو، ايه الحلاوه دي؟ لا لا لا، اصلا النهارده طالبه معايا حاجه ارديحي قوي، فول بالطماطم، تلات عيون بيض كده مكحرتين، مية مية. الحاجات الورديحه دي نفسي جاي عليها قوي يا زوزو والله. معلش بقى يا هانم. مش شاكرين يا باشا. ثواني يا هانم. يا هانم احنا دايما في الخدمه. السلام عليكم. سلام. معاك يا معلم. بقول لك ايه؟ فاكر الخيمه الرمضانيه اللي كانت معموله في النادي عندنا السنه اللي فاتت؟ تقدر تعرف لي الشركه اللي كانت منظماها؟ لا يا عم انا بتكلم على اللي عاملين الديكور وجايبين البياعين بتوع الارسوس والفول والكلام ده. اهو انت كده ما حدش يستفيد منك بحاجه. عم ايوه ماشي، هكلم راضي يا عم. يلا سلام. صباح الخير يا مهندسين. صباح النور. صباح النور يا باشمهندسه. على فكره باشمهندس كامل سال عليك من شويه. لا بدري قوي الكلام ده، احنا جينا لقينا والله. اوكي. صباح الخير يا بدرتي. صباح الفل يا باشمهندس. حياتك الحقني بال حالا هجيب لك عند الباشمهندس. لا لا خليه على مكتبي. حاضر. سي حاضر. صباح الخير. صباح النور. متأخرة. سوري أنا ممكن أروح عادي. لا لا لا، وعلى إيه؟ خلينا حلوين مع بعض. تعالي. كنت عاوز أسألك على فيلة العنصرية. الراجل كلمني على الصبح وكل دماغي، متعصب أوي. هو اللي مصمم يشوف الشغل متشطب وإحنا لسه بنركب أرضيات. طب ما هو كده معاه حق. احنا متاخرين؟ لا يا بص احنا مش متاخرين، راجع التايم تيبل كويس. احنا وقفنا 4 ايام بس وقت الاجازه الطويله اللي فاتت، يعني بقى يهدى علينا كده ويستنى الشغل لما يخلص كمان 3 ايام. وبعدين هو ليه مصمم ينسى ان كونستراكشن الارضيات بتاعت الدور الثاني كانت اصلا بايظه واخدت مننا شغل 12 يوم. هندسه ايه؟ ما تزقش. الله اتكلم يعني زي ما زعق. ماشي. طب الرسومات بتاعت واجهه مياده اخبارها ايه؟ وائل قاعد عليها من امبارح. عاوز ابقى اشوفها. اديني 5 دقايق بس راجعها معاه ونتيجتي تشوفها. على فكره وائل ده كويس قوي، ركز. طب كويس. وانت كمان ركزه حبتين زياده. هو ده مضايقك؟ انا ما يضايقنيش.
بس حاسس ان ممكن يضايقك. تركيزي مش مضايقني خالص. مش قصدي انه يضايقك، بس يعني هو ممكن يخليكي شويه one track minded، يعني مش قادره ولا تحسي ولا تسمعي باي حاجه ممكن تحصل حواليك حتى ولو كانت كويسه. طبعا بفكر في الحكايه دي ملحوظه ده مش كده؟ اروح اراجع رسومات ولا كده. يلا باي. سلام. فريسكا خمسة كتير. ايه هو الراجل هيعدي كل يوم؟ هات 10 يا عم. اقول لك سلم واتكل على الله. اتكل على الله. اتفضل يا باشا. فريسكا بقى كتير قوي. كتير ايه ده؟ احنا هناكل فريسكا من الصبح. انت شايف كده يعني؟ القمر شايف. لا على فكره بس انت صح. استلم بس انا خليه يبيع بتاعتي. يلا اتفضل. اتفضل يا باشا. الفيلم مش بيبقى زي الروايه، دايما الروايه بتبقى احلى بكتير. باتريك زوسكن بيخليكي تشمي ريحه المكان، روحه. مثلا في الفيلم البطل عشان ياخد قرار انه يقطع رحلته ويمشي في الغابة لحد ما يوصل للجبل ما بياخدش على الشاشة ثواني، بيجيبهولك وهو مبسوط، ملامحه بقت مرتاحة وابتسم وبس. في الرواية بيوصف لك اللي يحصل جواه في صفحتين كاملين، بيوصل لك ازاي ريحة كل ورقة شجر اثرت في روحه، ازاي وجوده في الغابة دي خلته يحس بروحه هو شخصيا، لدرجة انه قرر ينسى حلمه ويفضل يمشي في الغابة لحد ما يلاقي المكان اللي تقريبا مفيهوش اي ارواح غيره، منه للسماء. دايما الفيلم اللي بيتاخد عن رواية قوية بيبقى أضعف، لازم يبقى أضعف. على فكرة انت كان لازم تطلع صوت. اشمعنى؟ عشان انت رقدت لهم رحت عامل الخطة بتاعتك ورايح لافف من ورا الكراسي عشان محدش يشوفك. وحتى لما كنت الظابط كنت برضه هدكهم في الآخر. انا بس عملت كده عشان بصراحة يعني خفت اخش اضربهم وانت في وسطيهم حد يأذيك ولا حاجه. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ اسال يا عمر. لو ده حصل دلوقتي حد ياخد الفريسكا بتاعتك؟ يوه بطل هزار بقى يا عمر. خلاص ايه اللي يحصل يعني؟ يعني لو حد اتعرض لي عادي. عادي؟ عادي جدا. يموت او على الاقل ما يروحش. هي الاوضه في المستشفيات اتعملت ليه يعني؟ ايه يا عمر انت ما سمعتنيش؟ لا ما خدتش بالي. كنت بتقولي حاجه؟ كنت بقول حاجه بس بتتقال مره واحده بس. طب خلاص انا بصراحه سمعتها بس عايز اسمعها تاني. بحبك. ايه؟ بدور على اي حاجه تعبر عن اللي فيا ده. اصل كلمه بحبك دي اقل بكتير من اللي جوايا بصراحه. طب يا سيدي ما تعتبرها علامة وتقولها خلاص. بموت فيكي. بتموت فيا بس؟ لا طبعا. ده انا هوريكي كل حاجة دلوقتي وقدام الناس كلها. ايه في ايه؟ مش انت اللي عاملة وحش؟ خلاص تعمل ايه؟ يا جريء. يا متوحش. عمر ما قلت ليش؟ عجبتك اللوحات الجديدة؟ تحفة طبعا. بالذات اللوحة اللي كل ما اشقلبها كده ما فهمش حاجة رجعها تاني برضه ما فهمش حاجة. انت ايه رأيك في الفريسكا؟
العيال دول بتوع الموتوسيكلات انا بيعملوا لي رعب. سواقتهم عامله زي سواقه الدبان. بس 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 ماشيين ازاي؟ عمر والنبي خلي بالك. ليش حبيبتي؟ خليها على الله. فريدة هطلب منك طلب غريب شوية. قول يا حبيبي في ايه؟ ممكن تنزلي يا حبيبتي؟ ايه؟ معلش انزلي اركبي تاكسي وانا احصلك على طول. مش فاهمة حاجة. عد كام خلص. بتعملوا ايه؟ اثبت يا انا. لوحدك؟ يوه مش عند الله على السلامة. خف عليها عم بيجي الله لا يسيئك أحسن. هي مطبلة مطبلة ومش ناقصة قرص عطارة. حاجة في الشغل ولا ايه؟ لا. من عم هبق؟ نط في حجر الحكومة. يبقى مات. اتمسك. برضه يبقى مات. عايز أقابل الكبير. ايده مشغولة يا جدع. بقول لك عايز اقابل الكبير. الواد اتمسك. الكبير مالهوش كلام غير اللي بقوله لك، واللي بيتمسك بيموت. ايه اقعد انت بس. حلو الحتة دي. مش كده برضك؟ او النبي. دي بقى عطية من عطاء الكبير لما بيحن علينا. ربنا خليه لنا. وما اقولكش بقى يا زميلي، بتسرح في غميق العميق. أموت أنا؟ إيه ده؟ مفيش دم؟ صداع
وبؤبؤ عركة ورجالة ومفيش دم. الإيد اللي تمسك هدية أمريكاني وتفرط فيها تتقطع. لا أبو سيدة جايبين بلاش بلاش قطع الإيد، أصدر لك وش عادة ما تعمل اللي أنت عايزه. سالك أمرك يا سيد الناس. سلم وخلص. بلاش أنا كبير. ترفض الأمر؟ ما عاش ولا كان اللي يرفض الأمر كبير. بس بلاش أنا، إيدي بترعش، خايف أجلي. يبقى رزق ومكتوب له يعيش بإيده. أو ممكن أسيد الناس بدل ما تجلي بره تجلي جوه وتحف. يبقى نصيب. هو الدراع له قيمة من غير ايد. خلص ورانا مصالح. قطع الايد يحب الخفية يا غالي. سامحني يا غالي. اسمه ايه الظابط ده؟ معرفش. طب خدوه عن اسم. معرفش، انا كنت بهرب. يعني ايه بتهرب يا ستر؟ كنت بهرب. كان هيضرب عليا نار سيد الناس. ابو رمله. امرك يا كبير. منعم واقع. عرفت. طب ايه؟ استنى الامر يا كبير. وانا امرت. يبقى تامر الرجاله تفحر قبره. مش معروف له سكه. اعتبره تعرف. طب سامي. ومرتاح انت يا سالك. مبروك عليك الخنجر. راضي؟ ايه يا عمر بيه. اكلت؟ لا لسه. تاكل كبده راضي؟ اللي تشوفه يا عمر بيه. جربت قبل كده كبده البني ادمين؟ بيقولوا حلوه قوي يا اخي. ما تيجي نجرب. مش فاهم يا باشا. عادي، اي عسكري من اللي بره ياخد الواد الشقي ده يجيب لنا الكبده بتاعته وبعتها لسلامه يظبطها وتيجي. تحبها بالبقسماط ولا تحبها اسكندراني يا باشا؟ اكتم يا انا. والله يا باشا اللي تشوفه. أنا عن نفسي عايزها بالبقسماط. أصلها محسوبة يا راضي. عايز تهرب وتضرب نار وتهوش عادي، بنشوفه كل يوم في شغلنا. لكن تجريني وراك على الموتوسيكل وتكمل رغم إني ماسكك، عايز تسحلني؟ عقوبتها إيه دي يا راضي؟ قومه. آمنة، المخدرات دي تخص مين يا منعم؟ على فكرة أنا نفسي قصير قوي،
واللي انت عملته معايا ده مش قليل، حسابه تقيل اكتر مما تتخيل، سواء هنا معايا او في النيابه او في المحكمه. وكده كده انت هتتكلم، فاحسن لك تنجد نفسك وتتكلم، عشان لو اتكلمت بعد ما تتعبني هزعلك، لكن لو ريحتني بقى اعديها لك. هنسى يا عم كل اللي انت عملته معايا. ها تخص مين؟ مركي. ايه؟ يا عسكري شوف لي مين على سطح العمارة دي بسرعة. يا ولاد الكلب الحارة عبد الله. تمام يا باشا. بيموت يا باشا. البضاعة دي تخص مين يالا؟ يا ده انت بتموت يالا. انت يالا مركي وراها يا راضي. خلي كل المتهمين الحجز، ما حدش يدخل ولا يخرج، تعالي خد الطهاره بسرعه. ركب وروح على الموتوسيكل وغير يا باشا. حمار! جمع لي معلومات من الناس وتحصلني على الاسم. حد فيكم شاف الراجل اللي ضرب؟ ولا شوف حد نازل؟ لا يا استاذ ما شفناش حاجه. يعني محدش فيكم شاف اي حاجه؟ ما كناش موجودين. فين المدير يا باشا؟ هروظبط عليه على الاسم. جمع لي بياناته وهتقومي على الاسم برضه. ايوه يا باشا. فريدة. صباح الخير يا بابا. صباح النور. أنا فين العزم بدري كده؟ سوري إن أنا قلقت حضرتك. فريدة على فين العزم بدري كده؟ أصل بابا عمر ما بيردش عليه التليفون من امبارح، من ساعة ما حصل موضوع بتوع الولاد بتوع الموتوسيكل، وأنا بصراحة قلقانة عليه. ده انا حتى كلمت عليا ان هي تطلبه برضه ما بيردش عليها، فقلت انزل اروح اشوفه. يعني نازله تدوري عليه في الشوارع والاكمنه ولا ايه؟ لا طبعا. اما راح تشوفيه فين يا فريده؟ هعدي على خالد ينزل معايا ونروح نشوف. الله، بنت سعيد الشاذلي نازله الساحه بدري وتروح له الاسم وتروح لمين؟ للقضاء المستعجل اللي طب علينا. وتلاقي ايه؟ تلاقي السيد والده والسيده والدته لسه نايمين في العسل لغايه دلوقتي يا فريده. بس يا بابا، عايز اسالك سؤال يا فريده. لو فاروق سلطان ظبط بنته علياء بتتسحب بدري ونازله تقابل خطيبها هيعمل ايه؟ انا هقول لك هيعمل ايه يا فريده. عارفه؟ هيخلع الدبله من صباحها ويرميها في وش خطيبها ويبعتها بقى لعمامها وعمتها في الصعيد يربوها من أول وجديد. ده فاروق سلطان. لكن سعيد الشاذلي هيعمل التالي. حبيبتي وعمري بس ورسول الله لبطلك استهبال وعباطة، فاهمة؟ يا بابا عشان خاطر حاول تفهمني يا حبيبتي. انا ما كنتش موافق على النسب ده من الاول. ليه كده يا بابا؟ لانه ما بيفهمش ازاي يتعامل مع بنات الناس، ازاي يسيبك في وسط الشارع ويجري ورا شويه مجرمين وما يحاولش انه يطمنك ولا حتى يتصل باهله. يا بابا عشان خاطر يفهمني. خلاص خلص الكلام يا فريده، اتفضلي اطلعي فوق. حاضر يا بابا. أمك.
الو يا عايدة. يا عايدة انت ما تعرفيش حال البلد بقى شكله ايه دلوقتي، والشارع المصري بقى شكله ايه يا عايدة. يا عايدة يا حبيبتي، انا بفضل حاطط ايد على قلبي من ساعة ما بنتي بتنزل لغاية لما بترجع لي. يا عايدة ارحميني، ارحموني كلكم يا اخوانا، اعملوا معروف، حسوا حسوا باللي فيا. مع السلامة. مع السلامة يا عايدة. مع السلامة. أستاذ خالد. صباح الخير. صباح النور. عمر جوه في مكتبه؟ لا يا أستاذ، ده مشي من بدري، بس أيمن بيه هنا. تحب أسأله لحضرتك؟ لا نقابله أحسن. طب ثواني أبلغه. اتفضل. باشا باشا، أنا آسف يا باشا، المؤاخذة يا باشا. الله يقطعك، إيه الخضة دي كلها؟ هضربتك بالنار. المؤاخذة يا باشا، في ناس مستنيين حضرتك بره. ناس مين يا مهزأ دلوقتي؟ في حد يصح حد دلوقتي؟ عمر ما بيردش على تليفوناته من امبارح، وإحنا كلنا قلقنا عليه. ما يا ست اطمني، كان في مشكلة عم خالد هنا في القسم، واضطر يروح النيابة من امبارح بالليل لغاية دلوقتي. مشكلة ايه؟ خبلان خبلان يا عم خلود. عمر كان قابض على واحد امبارح بيحقق معاه في مكتبه، في لحظة ضرب بالنار جوه المكتب ومات. مات؟ مات ايه؟ هو مين اللي مات؟ يا ستي ما تقلقيش، اللي مات المتهم. عمر بخير، ما انا قايل لك ان هو في النيابة. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ده الجديد، بس احنا قدها حدود ان شاء الله. ده الجنون. وعمر يا ايمن؟ عمر زي الفل. استنى. ها عمر، ايه الاخبار يا معلم؟ لا ده بس عندي هنا خالد وفريده عايزين يطمنوا عليك. ايوه اصل انت بتصير يعني ما بتردش عليهم. لا لا لا، عايزين يطمنوا عليك بس يا معلم. طب لحظه واحده، معاك فريده اهي. الو. ايوه يا عمر. ايوه يا فريده. ايه الاخبار، انت كويس؟ كويس. كويس. وانت راح الاسم عشان تعرف اذا كنت كويس ولا لا؟ احنا قلقنا عليك. تقلق عليا ليه؟ عيل صغير يا عمر. انا ما قدرتش استنى، اصل انت من ساعه ما سبتني لا اتكلمت ولا بترد على التليفونات. ليه يعني؟ ما انتش عارفه انك مع ظابط؟ الله، انا عارفه ان انا مع ظابط، بس انا مالي يعني؟ انا مالي اقعد كده. خد يا خالد. الو. ايوه يا خالد. جرى ايه يا عمر؟ ما براحه شويه. انا في الشغل يا خالد، عندي شغل، عندي مشاكل وبحلها. وفريدة اتخضت عليك، كانت هتموت، عايزة تطمن، ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل انكم هتاخدوا بعض دلوقتي حالا وتمشوا من الاسم حالا، ومش عايز اسمع كلام كتير يا خالد. اوكي. عايزة. طيب. يا عمر. ايوه ايمن. ايوه حبيبي، اهدى بس شوية، الناس ما غلطوش، بيطمنوا عليك، وبعدين هم راحوا لمين يعني؟ كويس ان انا مستنيك في الاسم. خالد وفريدة يمشوا من الاسم حالا حالا. طيب طمني عليك الاول، الامور ماشيه حلو؟ خير ان شاء الله، ما اشوفك نبقى نتكلم بقى. طيب يا حبيبي، يلا خلي بالك من نفسك، باي باي. معلش يا جماعه، اعذروا توتر بقى، فريدة والحياه كلها قلق. يعني ايه؟ طب عمر بخير؟ الحمد لله الحمد لله. مش معقول مش معقول، ما كنتش متخيل ان العيار يفلت للدرجه دي. طب يا فرج بيه، لو حصل اي حاجه جديده كلمني سعادتك. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. ايوه انا فادي، في ايه؟ مين؟ سعيد؟ سعيد بيه الشاذلي؟ طيب خليه يتفضل.
هو اليوم كده هيبقى باين من اوله. اتفضل. صباح الخير يا سلطان. صباح النور. اهلا وسهلا خطوه عزيزه. متشكرين يا سيدي. وحشتنا يا سعيد بيه. يا سيدي الف شكر. خير ان شاء الله. هيجي منين الخير؟ ليه؟ ما تشوف لك حل في عمر ابنك ده. مش ممكن اللي بيعمله ده كله يا سلطان. ماله مش عمر؟ ممكن كل شويه تشتكي منه ولا ايه؟ الله طبعا بعمل ايه طيب؟ صبح ابو رمل. الكبير فين يا جوه؟ بس طمني يا زميلي. فكك مني الكلام مع الكبير. اروح افتح انا. مساء الفل يا كبير. مساء الورد. بقولك ايه، ايه رايك في الحته دي؟ طول عمرك ذوقك عالي يا كبير. تعجبك؟ تعجب الباشا. وانت النهارده باشا. تاخرت ليه يا غالي؟ ما انت فاهم يا كبير، كان لازم العبهم شويه لغايه اما اطمن ان محدش قاطرني. حبيبي يا ابو رمله. مش انت مات زمانته بيتحاسب دلوقتي؟ الله يرحمه. تلقى هو مربيه جايلك. اوعى لك. الفلوس دي توصل لأم منعم النهارده في الفيوم، ولو سألت قول لها إنها من طرفه، بس هو مشغول ومش هيقدر يوصل لها. ربنا يصبرها. مش هنقول لها إنه مات يا كبير؟ ونعكر دمها ليه؟ سيب الأخبار السودة دي على الجرايد والتلفزيون. دول ما هيصدقوا وهيعيشوا عليها رغي وبرامج اسبوع. يعني هتعرف هتعرف. خلينا احنا في الفيل الحلو. ملك.